أكتوبر من كل سنة، وردي يمضي لأيام الشهر للتحسيس والتوعية عبر العالم من مرض يتسلل لجسد النواعم بصمت وينخر جسدها في غفلة. تخصيص هذا الشهر للكشف المبكر والتعريف على أعراضه وصولاً إلى طريق آمن للعلاج، سيما وأنه يصيب 16% من مجمل السرطانات. أكتوبر الوردي هو عبارة عن مناسبة من أجل حث المرأة على القيام بهذا التشخيص المبكر الذي يعتبر السلاح الوحيد والأوحد من أجل مكافحة هذا الداء. سرطان الثدي لم يعد ذلك المرض القاتل، لأنه اليوم في سرطان الثدي يمكن أننا نقوم بفحص مبكر، يمكن أننا نقوم بتشخيص مبكر أو ما يسمى بالديبيستاج الذي يمكن أن ينقذ الحياة، يسمح للمرأة الجزائرية يعني حتى للمريضة أنها أن تتفادى الجراحة الثقيلة، يعني فقط رح يكون يعني هنالك استئصال للورم فقط رح يجنبها كل العلاجات الثقيلة الأخرى، ولكن في أزيد من 98% رح يكون هنالك التشخيص يعني سلبي والمرأة رح تكون مهنية على صحتها. أكثر من 14,000 إصابة سنوياً في ارتفاع رهيب وصفه المختصون بالانفجار السرطاني. هذا الداء الذي يتربص أزيد من 14,000 امرأة، كذلك نسجل في الجزائر أزيد من 3,500 امرأة تتوفى سنويا من جراء الإصابة بسرطان الثدي. جرعات أمل يقدمها أكتوبر الوردية بنواعم يكرسن ما لهن وجهدهن لوقاية بنات جلدتهن من السرطان الثدي وغيره الذي يصيب النساء، وغرس ثقافة الفحص المبكر والتحسيس ودمج المصابات في المجتمع وخوض غمار حرب حتى ولو كانت خاسرة.